يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. من بعد ما تكلمنا على الوسط فاش غادي نغرسوا الشجر الجديد ديالنا، وعلى التحليلات اللي خاصهم يتداروا باش يتعرفوا المكونات ديال هاد الوسط، اي الماء والتربة بالخصوص. اليوم وصل بينا الكلام باش ندويو شويه على الشجر نفسهم، اش من نوع، واش من صنف، واش من حار، علاش يكونوا ملقمين. اولا ندويو على الحار اللي هو اللي غادي يجدو ديالو يكونوا في الارض، علاش دوينا البارح. هاد الحار خاصو يكون مختار على حساب الغرق ديال الارض قبل ما نوصلوا للبيضة ولا الحجر. شحال ديال الجير ومادة الكالسيوم خرجت لنا التحليلات ديال التربة ديالنا؟ كيفاش مكونات التربة؟ واش غليظة تيس ولا دهس ولا غير مرملة وخفيفة؟ واش الطقس مساعد ولا لا؟ أي على حساب الحرارة والبرودة والرطوبة ديال الجو والقوة ديال الريح اللي تيصوت والشوم اللي تيضرب في الصيف. واش الماء مالح ولا لا؟ واش النحية تدفع الشجر يكبر في ساعة ويطوال بلا قياس وبسرعة، وإذا خاصو حار لنقصلو شوية من الجهد ديالو، ولا بالعكس النحية والطقس اللي احنا فيها ما معاوناش الكبة ديال الشجر وخاصهم حار يدفعهم شوية كبارو. أما الاختيار ديال الشجر اللي يكون ملقم على الحار خاصو ياخد بعين النظر القابول على الغلة ديالو في السوق، الإنتاج ديالو من ناحية الكمية والكاليبر واللون، مشكلة التلقيح ديال النوارات ديالو والتخلط ما بين الأصناف جوج ولا ثلاثة باش يوقع هاد التلقيح بكل سهولة، الملائمة مع النحية والطقس والتربة ومع حتى الحار اللي غادي يكون ملقم عليه. ملاحظة اليوم. تكلمنا هادي شوية اليوم على الاختيار ديال النوع ديال الشجر والنوع ديال الحار اللي خاص يكون ملقم عليه، لكن ما بغيش الناس يفهموا بأن هاد المسألة راها سهلة ولا يمكننا نديروها بالزربة. لا، راه ما سهله غير في الكلام. علاش؟ ايوا لان الانسان غادي يغرس اليوم الشيء اللي غادي ياكلوه الناس من هنا سنين، وغادي يبقى يدفعوا للسوق مده سنين، 10 سنين، 15، 20 عام ولا اكثر كاع. وكيفاش الانسان يمكن له يعرف كيفاش غادي يتبدل الذوق ديال المستهلك، ولا كيفاش تولي الموضه في استهلاك الفواكه مثلا من هنا 15 ولا 20 عام؟ زياده على هذا الشيء، الناس اللي تيبيعوا الشجر الصغير راه القليل فيهم اللي متبع السوق ويمكن له ينصح الفلاح نصيحه هكذاك لوجه الله، ومول الفول ما تيقول غير طياب كما تتقول المثله ديالها. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.